بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وجديد، ونشرة أخبار النادي الأهلي تأتيكم من قناة النادي الأهلي. المونديال والمفاجآت، المفاجآت تتوالى، والمنتخب الألماني حامل اللقب وبطل كأس العالم الماضية في 2014 يخرج من الدور الأول بعد خسارته أمام المنتخب الكوري الجنوبي بهدفين مقابل لا شيء. الفرق الكبيرة في هذا المونديال يبدو أن هناك شيء ما، يبدو أن هناك شيء ما في التفكير والاستراتيجية والأعمار السنية، وأصبح العالم الآن الفرق الكبيرة الصغيرة لا تخشى الكبيرة، وده وارد بشكل كبير جدا في نتائج المونديال. المنتخب السويدي بدون زلاتان إبراهيموفيتش والعديد من الانتقادات اللي نالت المدير الفني للمنتخب السويدي يتفوق على المنتخب المكسيكي القوي في هذا المونديال بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ويصعد إلى دور ال 16. حتى الآن المنتخب البرازيلي يتقدم على المنتخب الصربي بهدف مقابل لا شيء، والمنتخب السويسري أعتقد يتقدم بنفس النتيجة، ولو في أي تغير في النتيجة هنتابع مع حضراتكم وأكيد زمايلنا هيبلغونا. حاجة من الحاجات اللي تديك انطباع خروج المنتخب الألماني، وهنا بالنسبة لنا إحنا ده أهم وأحسن نموذج نبتدي نشوف ونتعلم هم هيعملوا إيه عشان يرجعوا نفسهم مرة تانية. تكلمت مع حضراتكم في الحلقات الماضية ان منتخب المانيا بعد خروجه في كاس عالم 98 من الادوار الاولى وخروجه على منتخب كرواتيا على ايد منتخب كرواتيا، ثم خروجه من يورو 2000 من الدور الاول، ابتدت المانيا تراجع حساباتها بشكل كبير، ابتدت تعمل لجنه لتطوير كره القدم، تعمل بحوث في الاتحاد الالماني لكره القدم حتى تعود وتعود تتصدر. تصدرت المشهد تماما، فازت بمونديال 2014 وايضا فازت بكاس القارات. فكل هذه الامور احنا يجب أن ننظر في هذا الأمر ماذا سيفعل الاتحاد الألماني، ونحاول نقتبس ولو حتى سطر صغير من اللي هم بيعملوه هيفرق معنا احنا سنين. هنتكلم مع حضراتكم على النادي الأهلي ومؤتمر صحفي الجهاز الفني يوم الأحد المقبل، وأيضا لازم ننوه أن النهاردة عقد في تمام الثانية عشرة ظهر اليوم اتحاد الكرة تم انعقاد مؤتمر صحفي. كابتن هاني أبو ريدة رد على العديد من التساؤلات من الصحفيين الغاضبين، وغاضبين لأنهم عندهم حالة إحباط، وكان في تساؤلات كتيرة جدا حول العديد من الأمور، وتم تناول هذا الأمر في هذا المؤتمر وكان في تفاصيل كتيرة جدا. النادي الأهلي في معسكره اللي بيكون في برج العرب، وإن شاء الله يوم الأحد المقبل هيكون في مؤتمر صحفي. كابتن محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة، على فكرة البوزيشن ده مش جديد على النادي الأهلي، يعني كذا في كذا حقبة كان في حد تولى هذا المنصب بنفس الشكل اللي فيه كابتن محمد يوسف، عشان برضو في العديد من التساؤلات. الناس تقول لك هو من امتى كان النادي الاهلي دايما بيبقى عنده مدير كوره لوحده ومدرب عام لوحده؟ لا، كان كابتن حسام البدري مع مستر مانويل جوزيه كان قائم باعمال مدير الكره وايضا المساعد او الفيرست اسيستنس للمدير الفني الاجنبي. على فكره الاجانب ما بيتمسكوش بالمسميات، يعني مين مدرب عام ومين مدرب مساعد والكلام ده كله ما بيتمسكوش بيه كتير قوي. المؤتمر هيكون ان شاء الله الساعه 12 يوم الاحد المقبل من اجل شرح رؤيه الجهاز الفني لفريق الكوره خلال الفتره المقبله. وكابتن محمد يوسف صرح قال ان الجهاز الفني هيكشف خطته واستراتيجيه للفريق في المرحله المقبله استعداد للموسم الجديد اللي بيطلع خلاله النادي الاهلي المنافسه على جميع البطولات. واكد كابتن محمد يوسف ان المؤتمر الاحد ايضا سيتناول العديد من الامور اللي بتخص فريق الكوره، خاصه وان هذه المره الاولى اللي الجهاز الفني بقياده الفرنسي باتريس كارتيرون هيلتقي مع الاعلام، وايضا هيتطرقوا لكيفيه الطريقه الاعلاميه والسياسه الاعلاميه لهذا الامر، امر مهم جدا عشان يشرح الدنيا وفكره رايح فين. ودي حاجه من الحاجات اللي النادي الاهلي دايما سباق فيها، ان كل حاجه بتبقى مدروسه ومشروحه على الملأ، سواء للعيبة سواء للجمهور سواء للأعضاء سواء لكل شيء، ما فيش حد بيبتدي يصطدم أو يتفاجأ بأي خطوة النادي الأهلي بيخطوها، وده العمل المدروس. احنا عندنا تقرير مهم مع الكابتن محمد يوسف، وهرجع أتكلم مع حضراتكم على حاجات مهمة جدا داخل معسكر النادي الأهلي في برج العرب. طبعا
النهارده بنختم المعسكر اخر يوم النهارده المباراه الوديه مع فريق فاركو احد فرق الدوري الممتاز به. طبعا لو عملنا شكل ملخص للمعسكر طبعا مستر كارتيرون كان حريص ان هو نصطحب حوالي 35 لاعب معانا بحيث ان احنا نشوف كمان مجموعه الشباب اللي هم مواليد 97 مواليد 98 بالاضافه طبعا لكل اللاعبين باستثناء اللاعبين الدوليين ولحق بينا طبعا بكماني من جنوب افريقيا. المعسكر طبعا كان مفيد، مستر كارتيرون اتعرف طبعا على كل العناصر اللي هي الشباب من القطاع عندنا وبالاضافه طبعا لبعض العناصر هو مش حافظها من اول مره، عارف حاجه لعيبه كتيره جدا من لما كان ماسك وادي دجله وهو متابع للكره المصريه فعارف طبعا عناصر كتيره. عايز اقول ان المعسكر كان مفيد، قدرنا ان احنا نشتغل بدنيا انت عارف فتره اعداد وريحنا حوالي 16 يوم فكانت فتره مفيده جدا، اشتغلنا ايام صبح وبعد دور وايام ثانيه كان فيها فترة واحدة حسب طبعا البرنامج اللي حطه مستر كارتيرون. دي مرحلة طبعا كانت مرحلة مهمة جدا ان احنا نجمع الناس في معسكر مغلق وفي نفس الوقت كمان ان هو يتعرف على اللعيبة ينقل لهم فكره وده حصل بشكل يعني كويس. في نفس الوقت طبعا يعني انهينا المعسكر النهاردة، هنبدأ مرحلة جاية ان شاء الله بثلاث ايام او اربع ايام هيبقى تدريبات مفتوحه ثم بعد ذلك ننتقل ان شاء الله للمعسكر اللي هو بعتبره المرحله الثانيه من الاعداد لمباراه تاون شيب يوم 17 يوليو وده هيبقى مهم جدا في مباراتين يعني مستوى قوي تقدر تستفيد بيهم بشكل اقوى وعندنا ايضا مباراه وديه ان شاء الله قبل ما نسافر في القاهره. فده بشكل اجمالي الاستعداد لمباراه تاون شيب، هدفنا مهم جدا طبعا في المباراه، انت عارف الموقف موقفنا في المجموعه ومحتاجين طبعا الماتشين بتوع تاون شيب سواء اللي هنا او اللي بره ان شاء الله نبقى موفقين فيهم ان شاء الله. استفاده كبيره، اولا انت اشتغلنا الثمان ايام اللي فاتوا على شغل بالنسبه للراجل سواء شغل تكتيكي او حاله بدنيه برضو الشغل البدني فبالتالي انت بتشوف النهارده مؤشر وصلت لايه، دي حاجه. تاني حاجه كمان مستر كارتيرون تعرف على اللعيبه بقى من حيث المباريات، لان خلي بالك احنا بنشتغل في تدريبات غير المباريات الوديه غير المباريات الرسميه، دي ثلاث مراحل كل مرحله فيهم مختلفه عن الاخرى فمهم جدا ان هو يشوف المباريات الوديه. فالنهارده طبعا احنا استفدنا يعني اللعيبه بتلعب زي ما انت بتقول بيلعبوا بروح جديه قويه جدا روح عاليه جدا وده سمه النادي الاهلي، النادي الاهلي ما عندوش حاجه اسمها مباراه وديه او مباراه رسميه، دايما بياخد المباراه طالما بتلعب مباراه لازم باسم النادي الاهلي فمطالب ان انت تبذل فيها اقصى مجهود ليك واقصى تركيز ليك. فالنهارده استفدنا من المباراه كنهايه اسبوع في يعني في فتره اعداد وانا شايف ان استفدنا منها بشكل كبير، في مجموعه كبيره جدا لعبت تحت ضغط الحمل البدني اللي احنا واخدينه في اول اسبوع ورغم ذلك ادوا بشكل كويس. هو كان حريص النهارده ان المجموعه تاخد 45 دقيقه الاولى ومجموعه تاخد 45 دقيقه الثانيه وده كان مخطط ليه لكن ادوا بشكل كويس. مؤمن كان التحق مؤخرا يعني جه بعد يومين من المعسكر ففضل مستر كارتيرون ان هو ما يبقاش موجود، بكماني لسه جاي برضه نتيجه الاجازه اللي كان واخدها من الجهاز السابق في بعد انتهاء الموسم فبرضه مستر كارتيرون فضل ان هو يشتغل يكمل البرنامج بتاعه البدني بس فيما عدا ذلك كله موجود. طبعا في النهايه انت بتعمل فرقتين اكيد في عناصر زياده لان احنا ازيد من 20 لاعب فبالتالي لابد ان هيبقى في اولويات في الاختيارات يعني بس عندك ان شاء الله لاعبين دوليين ينضموا لينا ونكمل ان شاء الله. طبعا طبعا مستر كارتيرون برضو كان حريص ان هو يدي اللاعبين راحه دوليه بقالهم فتره طويله وما ريحوش انتهى الموسم دخلوا على طول في الاعداد للمنتخب وبالتالي اعطاهم وان شاء الله هيجوا لنا على يوم خمسه ان شاء الله في المعسكر ان شاء الله. الحمد لله يعني ان شاء الله يتم على خير، انجزنا منه 80% او 90% من استعداداته لكن تم تجهيزه وانجازه في وقت قليل بالنسبه لترتيب معسكر. يعني مش هنعلن عنهم دلوقتي لكن في مباراة يوم خمسة ومباراة يوم تسعة إن شاء الله يكون الدوليين لحقوا معانا في المباراة الثانية والمعسكر كمان يعني عايز أقول إن هو في استفادة قوية لأنه هيبقى برضو في برنامج صباحي ومسائي في استكمال للشغل اللي اتعمل نتمنى إن شاء الله إن احنا منه لما نرجع نكون
يعني في وضع مثالي بالنسبه لي. يوم 17 ده مهم جدا بالنسبه لنا، ان يوم 17 تبقى انت في احسن حاله ليك، سواء لعيبه المنتخب او لعيبه الاهلي او اللعيبه اللي معانا في المعسكر. احنا في النهايه هنخش بتيم، التيم ده لازم يكون في احسن حاله ليه بدنيا وفنيا ونفسيا وكل من كل الجوانب يعني. كلام مهم جدا من كابتن محمد يوسف بيشرح طريقه الشغل، طريقه العمل داخل المنظومه الاحترافيه. بالنسبه للمدربين الاجانب فتره الاعداد دي بتبقى اهم مرحله في مراحل الفريق، لان هي دي اللي كل مدير فني عنده فلسفه، عنده طريقه، سواء هيهاجم، سواء هيدافع، سواء هيلعب بانهي استراتيجيه. فتره الاعداد هي مش قصه ناس بتجري وبس، مش قصه مرحله بدنيه فقط، لا، هي بتشمل عديد من الجوانب. الجانب الفني طريقتي هشوف الناس بتشتغل عليها ازاي، هبتدي اوصلها لهم بشكل اقرب ازاي، اعلمهم او اوصل لهم، بلاش اقول اعلمهم، اوصل لهم طريقتي في الهجوم هتكون بانهي استراتيجيه، ولما افقد الكره هتكون باي استراتيجيه. بيبقى ضمنها قياسات بدنيه عشان كل اللعيبه، زي ما الكابتن محمد يوسف قال ان في بعض من اللعيبه ما دخلتش على طول داخل المعسكر وكانت متغيبه لبعض الاسباب، فليهم قياسات وليهم برنامج حتى يتواجبوا، لان ما ينفعش احط ناس القياسات البدنيه او الحاله البدنيه الحاليه فيها تفاوت واديهم نفس حمل التدريب، لان في الاخر هيطلع لي اصابات. وهو ده اللي بيعمله الكابتن طبعا مستر كارتيرو، ومعاه الكابتن محمد يوسف والكابتن سامي قمصان. موضوع مهم جدا، ليه انا لعبت فاركو؟ ليه ما لعبتش فرقه كبيره؟ ليه ما لعبتش فرقه قويه؟ لان في بدايه فتره اعدادك انت بتختار مش منافس، مش هقول ضعيف، ولكن اقدر ان انا وانا لسه في حالتي البدنيه مش على اعلى مستوى، وحالتي الفنيه انا لسه واخد جمل من المدير الفني اللي لسه جاي لي، فبحاول اطبقها، بيبقى على منافس الى حد ما يريحني واكون اقدر اطبق هذا الامر. نفس الشيء في التمرين على فكره، لما بتيجي تطبق فكر او تاكتيك للعيبه، انت بتاخد 5 لعيبه على 3 او 8 على 6 عشان وبعد كده تبتدي توصلهم 8 على 8 عشان يبتدي ياخدوا الفكر ويطبقوا الشغل اللي المدير الفني عايز يقوم بيه. وده عشان كده النادي الاهلي لما اختار فاركو اختار فريق طبعا محترم بيلعب في الدرجه الثانيه، ولكن النادي الاهلي يقدر في بدايه مرحلته بالجاهزيه البدنيه الموجوده، ان فاركو هو كمان بيجهز للموسم الجديد في دوري الدرجة الثانية. المعسكر النهاردة اليوم في راحة من التدريبات، اللعيبة الدوليين هيكونوا موجودين مع النادي الأهلي إن شاء الله في أوروبا يوم 5 يوليو. معسكر أوروبا هيبتدي من 2 ل 10 يوليو، والمعسكر لبرج العرب 8 أيام. الأسبوع ده مهم جدا بالنسبة للنادي الأهلي، بالنسبة لمستر بات كارتيرو، إنه يتعرف أكتر على اللعيبة. هو أكيد عارف عنهم الكثير، أكيد بيتابعهم كثير، ولكن في هذه الفترة لما ابتدي أشوف بعيني وأنا داخل التمرين بقف على العديد من الأمور. هنشوف لعيبة في الفترة القادمة بيتم تجربتها في الماتشات الودية في مراكز ما هياش بتلعب فيها كثيرا، على سبيل المثال محمد شريف لعب في مركز الظهير الأيمن. كل ده فكر لمستر كارتيرو، عايز يشوف تجارب كتير، عايز يشوف من اللعيبة أكثر وأقصى ما عندها في المرحلة المقبلة، ولكن تدريجيا حتى يصل إن شاء الله للجاهزية الفنية والبدنية التامة قبل انطلاق طبعا موعد النادي الأهلي في دوري أبطال أفريقيا يوم 17 يوليو المقبل بإذن الله، ويكون فائز النادي الأهلي حتى يعود مرة أخرى للصدارة، وحتى يعود للترشح ومنافسة طبعا الكل على هذه البطولة، وإن شاء الله تبقى التاسعة يا أهلي. وأيضا في نفس الوقت النادي الأهلي كالعادة بينافس على جميع البطولات اللي بيشارك فيها، سواء دوري، سواء كاس، سواء سوبر، سواء دوري أبطال أفريقيا. حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي كان بيتحدث عنها الكابتن محمد يوسف واللي بينظمها مستر باتريس كارتيرو عشان الفترة المقبلة. عندي تفاؤل شديد لهذا الرجل لاحترافيته، عندي تفاؤل شديد لطريقة الجهاز الفني في التناول العديد من الأمور، عندي تفاؤل شديد لطريقة المنظومة الاحترافية، عندي تفاؤل شديد بعد انضمام الدوليين لمعسكر النادي الاهلي. هيكون قوام الفريق باذن الله على اعلى مستوى. في ناس بتبتدي دلوقتي بتفكر وبتبص الانديه الثانيه جابت مين، ودي فتره انتقالات، ولكن ما تقلقوش، النادي الاهلي ما شاء الله في نجوم على اعلى مستوى، وهم ابطال الدوري بارقام قياسيه مهما كان الموضوع، ولكن
النادي الأهلي دائما وأبدا بيجيب اللي هو محتاجه، وده هو فارق الدراسة في الأمر. خلينا نروح لأخبارنا الأخرى واجتماع جديد للجنة إعداد لائحة النظام الأساسي. عقدت لجنة الإعداد لائحة النظام الأساسي للنادي اجتماعا ظهر اليوم. دور الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي لمناقشة بعض التصورات الجديدة الخاصة ببنود لائحة النظام الأساسي تمهيدا للانتهاء من هذا المشروع خلال الفترة القادمة. حضر الاجتماع مع الوزير استاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي والمستشار محمود فهمي رئيس اللجنه والاستاذ ابراهيم الكفراوي الاستاذ طارق قنديل الاستاذ محمد الجرحي اعضاء مجلس الاداره والسيد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي ومحمد فتحي ممثل الشؤون القانونيه والاستاذ حازم هلال مقرر اللجنه. شهد الاجتماع مناقشات مكثفة حول بعض التعديلات التي تهدف إلى تعظيم دور الجمعية العمومية ومنحها الصلاحيات التي تستحقها وكذلك الاقتراحات الخاصة بالاستثمار. وقررت اللجنة الاستثمار في اجتماعاتها لحين الانتهاء من مشروع لائحة النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العمومية للتصويت عليه. هنا موضوع الدراسة وإنك تاخد وقتك في دراسة كل الأمور ودراسة كل بند ومحاولة الوصول لأفضل صيغة تقدر تفيد عضو النادي الأهلي عضو الجمعية العمومية للنادي الأهلي ده حاجة من الأمور المهمة جدا، وعشان كده لازم صراحة نشكر هذه اللجنة ونساندها في أنها تدرس الأمر بشكل كويس جدا عشان لما تيجي تحط لائحة تكون مدروسة وتكون مفيدة للغاية. أيضا مستمرين مع هذا الأمر في لجنة تطوير لوائح النشاط الرياضي اللي تناقش تعديلات جديدة. لجنة تطوير لوائح النشاط الرياضي بالنادي عقدت اليوم اجتماعا مطولا اليوم الأربعاء بمي النادي الأهلي بالجزيرة، ودي لتطوير لوائح النشاط الرياضي. يعني ايه لوائح النشاط الرياضي؟ يعني في فرق النادي الاهلي بتشارك في العديد من المنافسات سواء على الالعاب الجماعيه او الالعاب الفرديه محتاجه للوائح وضوابط عشان كل مدير فني قبل بدء الموسم الجديد يبقى معاه لائحه يقدر يطبقها على لاعبته يقدر يحفز لاعبته في موضوع البطولات. لاعيبه النادي الاهلي دايما بتنافس على بطولاته ومحتاجه تحفيز، ده امر مهم جدا لان هذا الامر بيؤدي ان انت تقدر تواصل انك تنافس على البطولات وتحصد الانجازات. خلينا نقول ان حاضر الجلسه كل من الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ ابراهيم الكفراوي والدكتور سامح حمدي عضو اللجنه والكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي والاستاذ محمد فتحي ممثل الشؤون القانونيه. وقامت اللجنه باستعراض كامل المقترحات الخاصه بتطوير اللوائح بما يضمن الوصول لافضل المستويات وتعظيم النتائج و خلق دوافع جديدة. وكل هذه الأمور زي ما شرحتها لحضراتكم بتبقى أوامر انضباطية وتحفيزية لقوام الفرق كلها. كل التوفيق لكل فرق النادي الأهلي قبل دخولها في الموسم الجديد. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هنستقبل حاجة جميلة الصراحة، واحد من النماذج المبشرة، واحد من الأبطال اللي احنا نتمنى دايما ان احنا نشوف انجازاتهم على الصعيد الدولي وايضا على الصعيد الافريقي وعلى الصعيد العربي وهو السباح الكابتن علي خلف الله. نطلع فاصل واوعى تروح بعيد عشان النادي الاهلي حبيبي. اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونستقبل ضيفي وضيفكم. النموذج المشرف حاجه جميله، حاجه تشرح القلب كده وانت في طالع من اخفاق يجيلك بطل بيديلك امل بيديلك حماس ادب واخلاق حاجه جميله جدا. واحد من ابناء النادي الاهلي الكابتن علي خلف الله ابن من ابناء النادي الاهلي وبطل السباحه الحاصل على برونزيه البحر المتوسط. اهلا بيك. اهلا حضرتك. اولا انا سعيد بيك وسعيد بتجربتك. انا عايزك تتكلمني على تجربتك. اولا انت حاصل على الميداليه البرونزيه من وجهه نظري في اصعب سباق في السباحه اللي هو ال 50 متر حره، وده يمكن اصعب واقوى حاجه داخل منافسات السباحه. الكلام ده صح؟ ال 50 حره بالذات في الاولمبيكس يعني ما فيش غير ال 50 حره اللي موجوده، ما فيش 50 باك ولا بس، وخصوصا في بطوله البحر المتوسط كنت خدت الحمد لله البرونزيه، والفرق ما بيني وما بين اللي كان واخد تاني كان 1%.
يعني انت الفرق في سباقك ما بيبقاش ثواني، لا بيبقى لحظات. احنا كلنا يعني لو تشوف الفيديو كلنا داخلين مع بعض، بس اللي بيلمس الاول هو ده اللي بيكسب. فالحمد لله انا كنت الاول، كان عامل 21 حاجه و60، والثاني كان عامل 21 96 96، وانا كنت عامل 21 97. انت كنت متوقع ان انت يبقى حجم المنافسه بالشكل ده، بيبقى بالقوه دي ما بينكم لحظات؟ دايما كده، بتبقى كلنا جنب بعض دايما، كلنا ما فيش فرق كبير حتى، يعني كله بيكون الا في 21 22، ما فيش حد، كلنا within الثانيه دي. فده اللي بيخلي ال 50 حره من بالنسبه لي هي اصعب سباق، بس احسن سباق برضه. هي اصعب وممكن يكون امتع، واللي انت بتقوله السباق بيخلص ومحدش عارف مين كسب بالظبط، يعني من بالعين المجرده اعرف هل ده اللي بيكسب ولا. انت مثلت في العديد من المحافل، واعتقد النادي الاهلي من الانديه اللي بتهتم برياضه السباحه بشكل كبير. نفس الشيء بيبقى في دوره درمشتات اعتقد في المانيا، وكان في كذا دوره بيعملوها في هذا الامر. السباحه دايما مرتبطه، ابطال السباحه مرتبطين بالنادي الاهلي. هل ده اللي شجعك انك تبتدي بالسباحه في النادي الاهلي؟ انا اللي شجعني اني ابتدي في السباحه في النادي الاهلي ان طبعا والدتي كانت عايزاني ابتدي رياضه السباحه، فابتديت وانا عندي ست سنين. وزي ما حضرتك قلت ابن النادي من الاول، وانا عندي ست سنين لحد وانا عندي 14 15 سنه في النادي، من اول مع الفريق ورايح دورمشتاد، رايح سن الفنجان في المانيا. سافرت كتير جدا مع النادي، واتدربت مع كوتشز كتير جدا في النادي، زي مثلا محمود سامي، احمد سامي، كابتن بادي، كوتشز كتير جدا. انت شايف الصور اللي هي موجوده دلوقتي دي؟ دي كانت في بطولة في أمريكا مع الجامعة بتاعتي. طيب دخولك داخل المنافسات، دخولك داخل النادي الأهلي، ابتديت، هل شدك سباق ال 50 متر حرة؟ هل شدك موضوع الكرول أو الحرة، السباحة الحرة، ولا كان في مثلا أنواع تانية وأنت يعني أنت اخترت الكرول، أو هم اللي يعني في ساعات الكوتش بيبقى شايف إن أنت تلعب السباق ده أحسن؟ انا في اوائل يعني في وانا عندي ست سنين، او اول لما دخلت الفريق لحد لما مشيت من مصر في 2011، كان المين ستروك بتاعت كانت باك، يعني انا ما عمتش حرة خالص. يعني او الطريقه او النوع اللي انت كنت بتلعبه اللي هو الباك اللي هو بالخلف يعني بالظبط. فده كنت بعمه يعني، ده 50 و100 و200، ده كان المين ايفنت بتاعي. وبعد كده في 2011 قبل ما امشي على طول، كابتن محمود سامي كنت بتمرن معاه مشكورا، قال لي ان انا اشوف ال 50 حره. فنزلت ال 50 حره وكانت شورت كورس ساعتها، وحطمت الرقم على طول. فده كان بدايه ان انا اشوف نفسي. هو ايه الفرق ما بين، يعني عايزين نعرف يعني ايه شورت كورس؟ يعني هو كورس قصير. أيوه. يعني ايه شورت كورس؟ الشورت كورس هو بيتقسم في مصر مثلا وفي اوروبا بيبقى 25 متر، وفي امريكا بيبقى 25 يارده. فبيستخدموا، ما احنا الفرق ما بينه وبين امريكا الياردة والياردة والمتر، ولا امريكا برضو ليها حاجات معينه يعني بالظبط، كل حاجه مختلفه، قياسات معينه. ده شورت كورس بيبقى 25 متر، اللونج كورس بيبقى 50 متر. فده حاجه موحده في العالم كلها 50 متر، وده اللي انا كنت بعوم فيه في البحر المتوسط. فده اللي خلاك تبتدي تحس مثلا من بعد ما الكوتش قال لك عايز اشوف الكورس ده او السباق ده بالزبط. حبيتها جدا، حبيت السرعه اللي فيها. 50 حره دي 21 ثانيه، فانا مش محتاج ان انا اعوم لوقت طويل الحمد لله يعني. بس محتاجه ايه يعني؟ احنا على مدار تاريخنا من ايام السباح العالمي ابو هيف وحتى الان، احنا ما عندناش حد في المية حره او ال 50 حره يعني. يعني برضه انا عايز اسالك السؤال ده، تفتكر ليه؟ يعني دايما بنيجي نتفرج، كلنا بنتفرج على الاولمبياد، والسباحه في الاولمبياد اكثر من ممتعه طبعا. يعني عندنا واحده من النجوم الكبار كابتن راني علواني اللي معانا دلوقتي في مجلس اداره النادي الاهلي، وبنتشرف بذلك. كانت ابتدت، كنا بعيد عن السباحه، ولكن ابتدى يمكن جيلي والاجيال يعني ما بعد يعني ابتدينا نهتم بنتائج السباحه بسبب كابتن راني علواني. فليه احنا بعيد عن ال 150؟ ال 50 وال 100 بالذات، او السبرنت كورس، يعني السبيشالتي دي بتبقى صعبه جدا، لان
بتحتاج تمرين مختلف تماما عن اي تمرين. في حاجه اسمها fast twitch muscles و slow twitch muscles. الحاجات دي بتكون fast twitch muscles دي اللي هو السبرنترز واللي هم الناس اللي نازلين يعملوا 50 و100 ومحتاجين الرياكشن تايم يكون سريع, محتاجين كل حاجه تفاير كويكلي. بتتكلم في, انا بس عشان بحاول اشرح بطريقه مفصله الكلام اللي انت بتقوله للجمهور, انت بتتكلم ان انت مثلا دراعك وكتفك وصدرك ورجليك يكونوا متناسقين بقوه جدا, لان انت في الخمسين محتاج ان انت تبقى قوي جدا جدا وسريع جدا, فده بيحتاج تمرين مختلف تماما عن مثلا هم ال 400 او ال 200, لان هم تمرينهم بيكون 400 ممكن يكون سترينث اكتر او مثلا احمال اكتر في حمل اكتر. بالظبط, هما بيحتاجوا الديستنس واللي هو بيقوم 200 و400 بيحتاج حمل اكتر من اللي بيقوم 50 و100. نعم, فده بيختلف تماما عن التمرين في مصر او التمرين في امريكا. انا لما رحت امريكا التمرين كان, انت رحت امريكا امتى؟ في 2011. 2011 رحت مدرسه هناك, عملت 3 سنين هناك, وبعد كده رحت انديا. جالك منحه ولا يعني انت حققت انا بطل السباحه من مصر, ف يعني لو ينفع هم في الحاجات دي بستجيبوا صراحه معظم الوقت طبعا, مش على طول اكيد طبعا, لا بس هم بيحترموا وبيقدروا خاصه جداً. يعني اعتقد ان وجود شخصيه زي مايكل فيليبس في امريكا بتخليهم عندهم الى حد ما توجه لرياضه السباحه. ايوه جدا, ودي حاجه كويسه يعني. طبعا هناك السباحه مهمه جدا, والكوره الامريكان فوتبول بتاعتهم مهمه جدا, بس كل بيدوا لكل واحد حقه يعني. نعم, بيدوا للسباحه حقها وبيدوا للكره حقها. فدي من الحاجات اللي بتساعد جدا ان يكون في بالانس ما بين الحاجات دي كلها. يا كابتن علي, مايكل فيليبس جاب كام ميداليه الامريكي؟ كتير. احنا بنتكلم في دواليب من اكيد طبعا, وسباح واحد. الامريكان فوتبول مش هتجيب ولا ميداليه الامريكي, فاذا التوجه احنا بالنسبه لنا ان احنا يكون عندنا في مصر سباح قادر على ان انت تجيب لنا 50 و100, يعني هيبقى فيه ميداليتين, وده شيء يحسب. انت حتى مايك اوسن بولت في رياضه الالعاب القوه بيجيب مثلا 4-5 ذهب كده لجامايكا مقفولين قبل ما يعتزل يعني. أيوه, فده توجه كبير, فاهتمامهم بالسباحه واكيد عندهم طرق انت استفدت منها. اكيد طبعا استفدت بحاجات كتير جدا, واولهم ان البالانس ما بين السباحه والدراسه والحياه عامه بره السباحه والدراسه دي حاجه مهمه جدا. لان طبعا لو السباحه هو كل تركيزي انا مش هعمل كويس في الدراسه. لو الدراسه كل تركيزي مش هعمل كويس في السباحه. لازم يكون في بالانس ما بين كل الحاجات دي, والمسؤوليه ما بتجيش على السباح بس, المسؤوليه تيجي على كل الناس اللي حواليه. نعم, اولهم السباح طبعا. نعم, لكن دي حاجه مهمه جدا, لان ده بيساعد جدا وساعدني شخصيا. ده من الاسباب اللي خلاني اروح لامريكا, لان ده حاجه ساعدتني جدا. طب انت في النادي الاهلي كسبت كم بطوله للنادي؟ كتير. مش قادر. انا كنت مع, شاركت الحمد لله في بطولات جدا كتير جدا, زي مثلا بطوله الجمهوريه وبطوله القاهره لما كنت موجود في مصر, ولسه الحمد لله ما شاء الله. يعني رياضه السباحه او السباحين في النادي الاهلي لما بسالهم السؤال ده دايما يعمل نفس الرياكشن اللي انت عملته, نفس رد الفعل, ايه ده كتير قوي. فما شاء الله انتم مسيطرين على الرياضه دي. الحمد لله. كمان يعني قبل 2011 قبل ما امشي كنت الحمد لله قادر ان انا اسجل اول تاني تالت على مراحل كتير في العمومي او في الناشئين لما كان عندي 15 سنه و 14 سنه. جالك اتصال عايزك تقول الو. اوكي. الو الو. ايوان. ايوه, السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ محمد ازيك؟ اهلا, ازي حضرتك؟ عرفت ده مين؟ انا ما سمعتش اسمه الصراحه. استاذ احمد خلف الله والدك. ايه ده؟ ازيك يا بابا؟ ازيك يا علي؟ الحمد لله. الف مبروك يا بطل. الله يبارك فيك حبيبي. ربنا يوفقك دايما ان شاء الله, ونشكر بصراحه القناه ونشكر النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي والكابتن الخطيب طبعا وكل اعضاء مجلس الاداره والكابتن محمد مرجان. ربنا يكرمكم يا رب ان انتم تهتموا بالرياضات الاخرى. والله يا فندم يعني الاول انا برحب بحضرتك استاذ احمد, وبيشرفنا وجود نموذج الصراحه جميل ومبشر للرياضه المصريه مش بس للنادي الاهلي, وبيدينا فخر ان النادي الاهلي قادر ان هو يطلع لنا كوادر بهذا الشكل. واكيد حضرتك كان ليك دور كبير, يعني صناعه بطل ما بتبقاش مجرد تمرين وما بيبقاش مجرد النادي اللي هو فيه. في السن الصغيره
يعني هو لما اتكلمت معاه قلت له انت لعبت السباحة ليه؟ قال لي كان جت من والدتي ووالدي من البيت، كان لكم دور كبير. ايوه دي حقيقة فعلا، هو مامته يعني صراحة هي اكثر واحدة كانت حريصة على الموضوع ده وكانت بتحاول بقدر الامكان، وهي صراحة لو في حد هيشكر في هذا الموضوع او شكرا هتبقى مامته، ان هي اللي عملت كل حاجه، هي اللي كانت بتروح توديه وتجيبه لان احنا ساكنين بعيد عن النادي، وكانت توديه كل يوم وترجعه والمدرسه ورغم ذلك هي صممت، هو كان راجل الحمد لله وربنا كرمه وكمل النادي وكان ماشي بشكل كويس الحقيقه، والنادي علمه يعني ايه ان هو يبقى نمبر 1 كالعاده، علمه يعني ايه يبقى مركز اول، ما علموش يعني ايه مركز ثاني، يعني بالنسبه له ثاني زي الاخير، بالذات لما كان موجود في مصر، يمكن القصه اختلفت شويه لما سافر بره نتيجه للمنافسات بتبقى اقوى، انما الحمد لله هو بيحاول بقدر الامكان يعني. طبعا يعني برضو شكر كبير للسيده طبعا والده علي او كابتن علي، خلاص بقى بطل من الابطال اللي بيشرفونا، ودور الام دايما بيصنع الفارق في اي رياضه مش بس في السباحه، ولكن طبعا اهتمام وانها تواظب والحاجات، يعني اكيد لحظاتك بيبقى شريط حياتك كده وانت في امريكا بتفتكر اول تمرينه ما كنت لسه بتلبس بقى عوامات ودلوقتي بقيت بسم الله ما شاء الله. لا طبعا والدتي يعني من وانا صغير وهي معايا، يعني بصحى الصبح الساعة 5 بتوديني التمرين على طول، دايما ورايا في كل حتة، بتروح تجيبني من التمرين توديني. هو ما كانش بيودي التمرين خالص يعني، هو معانا على الهواء كده مش قوي مش قوي كده. استاذ احمد حضرتك حضرتك كنت متوقع انه يعني علي يحقق البطولات اللي هو وصل لها، متوقع ان هو يحصد بطولة في البحر المتوسط، هل كنت متوقع منه هذا الاداء؟ هو علي الحقيقه يعني احنا دايما كنا كلنا متفقين كاسره على حاجه واحده في الانسان، ده وده متعلمينه من زمان، ان احنا الانسان لما بيبقى عايز يحقق حاجه هيقدر يحققها طالما اجتهد. نعم. والحمد لله احنا كان عندنا الفير ده وربنا قام علي بان هو فعلا وصل ده، واحنا دايما عندنا ثقه في ده ان هو ملتزم ودايما بيحاول بقدر الامكان يرضي ربنا يعني ويشتغل ويسمع كلام المدربين بتوعه وما بيعترضش خالص، فدي من مميزات البطل يعني ان هو دايما يحاول بقدر الامكان يتعلم وما بيقولش لا ابدا، بيحاول بقدر الامكان يتعلم، فكانت مؤشرات نجاح. طبعا علي ما شاء الله تسلسل ارقامه كان كويس جدا جدا جدا، وكان دايما هو اتعلم ان هو يحط لنفسه هدف. نعم. دايما يجي في اول كل سنه يحط نفسه تارجت، انا عايز اوصل لده 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 وده، وماشي بدون يعني بدون ما يبقى تنشن او حاجه، لا كان ماشي بشكل كويس جدا، عشان كده احنا كنا دايما واثقين ان هو ربنا هيكرمه ولسه كمان هيكرمه اكتر باذن الله في الفتره اللي جايه. استاذ احمد خلف الله والد السباح الرائع علي خلف الله، بشكر حضرتك شكرا جزيلا. بالنسبه للبحر المتوسط المنافسه كانت شكلها عامله ازاي؟ يعني احنا في بطوله العالم او مثلا في الاولمبياد بتبقى امريكا وامريكا وعندك الصين وعندك جنوب افريقيا، استراليا اعتقد قويه جدا في وروسيا اكيد في الرياضه كمان، روسيا خاصه في الشورت كورس يعني بتبقى قويه جدا. حجم المنافسه في البحر المتوسط بيبقى ازاي؟ حجم المنافسه في البحر المتوسط يعني الحمد لله كان ليا شرف ان انا عملت ريبريزنتيشن لمصر في بطوله العالم 2017 في بودابست، وحجم المنافسه كان طبعا الدول اقل فالاثليت مش كتير زي بطوله العالم، بس كان البريبريشن بتاعتي ان انا نازل مع ناس مش قليلين، يعني انا كنت نازل مع واحد بيعمل احسن مني في ال 50 حره وده اللي انا كنت عايز اكسبه، بس هو كان من اليونان فما كانش في اي سباحين قليلين، انا كنت عارف ان انا داخل على سباحين مش جايين يهزروا. اليونان هي بطبيعتها جزر، فيعني موضوع الميه من اول يعني الرومان القدامى يعني هم عندهم موضوع السباحه ده يعني شيء في طريقتهم او في طريقه حياتهم يعني. والاولمبيكس طبعا لان دي حاجه ترجع للاولمبيكس طبعا. فبالنسبه لك برضو انك تقابل يعني سباح بهذا المستوى، انت بتتكلم انت الفرق ما بينك وما بينه لحظه. بالظبط. هو كان عمل زي ما قلت، كان عمل فرق ما بيني وما بينه كان 30 جزء من الثانيه. 30 جزء من الثانيه. طب ال 30 جزء من الثانيه دي تاخد قد ايه تمرين؟
تاخد سنين تاخد سنين تاخد سنين، لان مثلا في 2015 لا مش عارف. انت رقمك، انت رقم وصلوا كام دلوقتي؟ رقمي دلوقتي 21.97. 21.97 بالتالي ده اكبر احسن رقم في تاريخ مصر، احسن رقم في تاريخ مصر الحمد لله. واول في حد معدي؟ لا للاسف لسه ما فيش في افريقيا كوي. يعني حتى جنوب افريقيا ما فيهاش. لا في مصر، بره مصر فيه طبعا. فيه في افريقيا كتير جدا. الرقم الافريقي 68 اظن. 21 68. انت حاطط في دماغك هدفك انك توصل للكلام ده؟ طبعا. انا وانا نازل قبل ما انزل البحر المتوسط كان الهدف بتاعي ان انا ما اجيبش 21.9 بس اجيب 21.7 أو 8. بس ربنا ما وفقنيش في الحته دي، بس الحمد لله انا عارف ان دي مش اخر 50 ليا. يعني ان شاء الله هنزل بطوله ثانيه في مصر وبره مصر كتير. هي دي بطوله ده السبق ال 50 حره في البطوله. 50 حره ده اللي هو طول حمام السباحه بالظبط. يعني هو ده السبق اللي انتوا كلكم فنشتوا فيه مع بعض بالظبط. هو ده السبق اللي انا كنت بتكلم عليه. انت كنت انهي واحد بقى؟ اللي في النص. اللي في النص. ودايما اللي في النص ده بيبقى حقق في البريليمز، في التصفيات. كنت ماشي الاول، كنت ماشي بشكل كويس. طب هل في التصفيات بتفرق عن السباق؟ يعني مثلا ما كلش ما بيحطش فول باور؟ يعني انا حطيت فول باور في التصفيات، لكن الولد اللي كسب في حاره 6 او حاره 5 هنا دي بقى يعني لحظه الوصول بالظبط. بتحس بايه ساعتها؟ طبعا بتشوف الساعه. يعني انا بصيت على الساعه لقيت ان انا عملت 21، وده كان الهدف بتاعي ان انا اعمل 21. يعني ده حاجه عمرها ما حصلت في تاريخ مصر، ان واحد مصري ينزل تحت 22 ثانيه. ده ما كانش حد يقدر يسمع عنها. لو كنت قلت لي كده من 10 سنين كنت اقول لك انت بتهزر. يعني ما اظنش ان انا هعمل كده خالص. بس الحمد لله انا بصيت على الساعه وشفت ان عملت 21 كنت فخور جدا، فخور جدا ان انا حطيت كل التمرين ده الست شهور اللي فاتوا. بتتمرن قد ايه يعني؟ بتمرن يعني في اليوم حوالي 3 ساعات او ساعتين ونص، ست مرات في الاسبوع. كل يوم في تمرينه وفي جيم كمان مرتين في الاسبوع. السباحه بتحتاج جيم؟ جدا، خصوصا السبرنترز اللي هم اللي بيعملوا 50 و100. محتاج قوة في المصر. محتاجين قوة جدا. ومش قوة اللي هو واحد يكون بادي بيلدر، طبعا قوة ان واحد يكون عنده سترينث، ان هو ماسل سترينث. يعني يكون عنده قوة عضلية قادرة ان هي تدي طاقة عالية في السرعة ده بالظبط. فدي حاجة. يعني انت رينج تمرينك من 4 ساعات؟ حوالي 4 ساعات. يعني مثلا يومين هيكونوا 4 ساعات والباقيين هيكونوا ساعتين ونص. بتذاكر قد ايه؟ بتذاكر بذاكر يعني دايما بخصص وقتي، ان طبعا الصبح بيكون التمرين وبيكون كل والمحاضرات وكل الحاجات دي، وبالليل بيكون وقت المذاكره والريكفري بتاعي. فده بيكون دايما عامه يعني. بس طبعا لما بيجي فاينلز وحاجات كده الدنيا بتختلف شويه. لكن دايما بيكون بالانس ان الصبح في تمرين وبالليل في دراسه. طب هم هناك في امريكا بيبصوا لك وانت كمصري وسباح وابتديت تخش في الـ في الـ في, الـ في الارقام طبعا في ال 50 متر حره، هل بيبقى بالنسبه لهم في اعجاب؟ يعني تعجب، مش اعجاب، تعجب شويه ان مصري وكويس كده جدا. يعني خصوصا دلوقتي الحمد لله عندنا مثلا فريد عثمان وكل كل الشباب التانيين كلنا في امريكا، والحمد لله بنقدر ننافس الامريكان، بننزل بطولات معاهم وبننافسهم. يعني الحمد لله جالي بتشرف ان انا بنافس نيثن ادريان اللي هو كان خد ثالث في بطوله العالم اللي فاتت، وبنافس كيلب دريسل، وبنافس ناس اول وثاني في العالم. فده ان انا اكون واقف جنبهم مصري وفخور جدا بان انا بوطنيتي ومصريتي، ده حاجه بيبصوا عليها كانها حاجه قويه جدا. اكيد كلنا كمان. احنا عايزين برضو ندي لحضراتكم بعض الاخبار عن بعثه مصر في اداره الالعاب البحر المتوسط. رجاله الطايره بيكسبوا المنتخب التركي وبيتاهلوا النصف النهائي. صراحه عاملين حاجات جميله جدا. اشواط 25 21 27 25 25 19 تسيد تام، وهيلعبوا ايطاليا في السيمي فاينل. ربنا يكون معاهم يا رب. طبعا المنتخب الايطالي في الفولي بول من اقوى المنتخبات. في ايضا 7 ميداليات في اليوم الرابع اللي هو امبارح. سارة سمير خدت ذهبيه في وزن 69 كيلو، والميداليه الذهبيه في مسابقه ثانيه خدت 2 ميدالية ذهبية، ورجب عبد الحي خد في وزن 64 على الميداليه الذهبيه على مسابقات الخطف. وبقول لحضراتكم لعيب الالعاب الفرديه
يقدر لعيب واحد يجيب اكتر من ميدالية ذهبية وبيبقى حاجة مهمة جدا. المصارعة اللاعب سامي حمدي خد في وزن 74 ميدالية فضية، اللاعب حسام مصطفى في وزن 97 كيلو، وكده اجمالي ميداليات مصر 11 ميدالية ذهبية، 8 فضية و11 ميدالية برونزية، 30 ميدالية للبعثة، حاجة جميلة جدا. النهاردة كمان عندنا 3 ميداليات، حاجة ان شاء الله كده تكون في نتيجة طبعا مجهود كبير جدا لهذه البعثة ولهؤلاء النجوم. أنا في النهاية والله كنت نفسي أن يكون معنا وقت أكبر واحد من السباحين الكبار إن شاء الله. توعد مصر إن شاء الله أن احنا ناخد ذهب بإذن الله. أكيد على طول، يعني ده هدفي، يعني أنا عايز أعمل كده لمصر وعايز أعمل كده لنفسي. يعني طبعا ده التمرين اللي بحطه، التمرين اللي بتمرنه كل يوم ده كرك بإذن الله. يعني شكرا جزيلا. الأهلي حديد أكيد طبعا، الأهلي حديد دايما. الأهلي حديد دايما، دي أحلى ختام نختم مع حضراتكم النهارده. حتى القاكم في حلقات اخرى، تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.